في جو إيماني وروحي تم في كنيسة الصعود الإلهي في منطقة خلدة بعمان صيامة الأخ ساب الحوراني شماسا إنجيليا على مذبح الرب، وسط حضور مختصر من الآباء الكهنة وذوي الشماس بسبب الظروف الراهنة. إلى المزيد. ببركة وقرار من صاحب الغبطة البطريرك كيريوس كيريوس يوفيلس الثالث بطريرك المدينة المقدسة وسائر فلسطين والأردن للروم الأرثوذكس والمجمع المقدس، وبوضع يد سيادة المطران خريستوفورس عطلة مطران الأردن للروم الأرثوذكس سيما الأخ ساب الحوراني شماساً إنجيلياً أثناء خدمة القداس الإلهي لأحد السامرية في كنيسة الصعود الإلهي في منطقة خلدة في العاصمة عمان. كانت بالثالوث المتساوي في يا اضطراب مرتكضا لأن البتول قد حملت في أحشائها وولدت ابنا عمانوئيل إلها وإنسان حيث شارك في الخدمة عدد محدود من الآباء الأجلاء وسط حضور مختصر على ذوي الشماس بسبب الظروف الراهنة. وقبل الصيام وجه صاحب السيادة كلمته للشماس حثا إياه على عيش الحياة الرهبانية التي تمتلئ بالفضائل والتي تساعده على أن يحيا حياة النعمة، موضحا أن الحياة الرهبانية تتطلب موتا عن الذات لكي نحيا مع المسيح. أوعك يا ابني تحط رجاءك على إنسان مهما كان هذا الإنسان، هذا فخ شيطاني حتى يخلي ذهنك إنك ترتبط بالناس، ونحن يا ابني غبار تراب اليوم ما موجودين وبعد دقائق ما منكون موجودين. أنت علاقتك برأس الكنيسة اللي هو المسيح وخدمتك إله، وهو رح يعتني فيك إذا أنت كنت ومشيت على حسب تعليمه وأوامره، عمره ما رح يتركك. الكنيسة وهي بتضع عليك الخدمة عندي في المطرانية معي، وكمان مسؤولية الشبيبة مسؤولية كبيرة، حاطين آمال فيك كبيرة حتى تقدر تكون زي ما منعرفك. منصلي لإلك في هذا اليوم حتى بركة المسيح ونعمته هي تكون معك. وأكد المطران دعمه الروحي المستمر للشماس والصلاة من أجله لكي يوفقه الرب الإله في مهمة إدارة شؤون طلبة اللاهوت التي أوكلت إليه منذ فترة بجانب خدمته في المطرانية دير القديس نكتاريوس التي هي تحت رعاية سيادته. إلى الرب نطلب تبتهج نفسي بالرب لأنه ألبسني ثوب الخلاص وسربلني بقميص السرور ووضع علي تاجا مثل عروسة وزينني زينة عروسة كل حين الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين. مستحق
نطلب. قدوس 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 رب الصباوت، السماء والأرض مملوتان من مجدك. من أراد أن يكون فيكم أولا فليكن خادما للجميع كل حين، الآن وكل أوان، وإلى دهر الداهرين. آمين. أكسيوس. 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 مستحق. كما قدم سيادته التهاني والمباركة للشماس سابا ولعائلته، طالبا منه أن يكون قدوة للشباب كما عاهده دائما، ومتمنيا له خدمة مباركة على مذبح الرب مليئة بالقداسة والثمر الحسن. ألف مبروك للشماس حوراني في خدمته الجديدة للكنيسة. بركة أمنا الفائقة القداسة والقديس سابا والقديس نيكولاوس والقديسين اليوم بنحتفل فيهم يكونوا معك، يحموك ويعطوك كل نعمة وبركة. أمين. ألف مبروك. عذرة تبارككم وتحميكم دائما حبيبين.